يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم وقد بلغني خبر وفاة والدي بالأمس رحمة الله عليه، والسؤال: هل لي أن أصلي على قبره صلاة الجنازة عندما أذهب في الإجازة؟ إذا كان الوقت قريبا من الوفاة نعم تصلي على قبره، أما إذا كان الوقت متأخرا ولم تصل إلا بعد مدة يكفي الدعاء، لا تصلي على القبر لأنه فات الأوان، تقتصر على الدعاء له. نعم.